السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. في البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. راح أعمل في هذا الفيديو مزيل عرق رائع جداً، والصراحة من بعد ما بديت أسوي مزيلات العرق لنفسي بطلت أشري أي شيء جاهز. ومكونات هذا المزيل كلها بالجرامات، يعني الأفضل يكون عندكم ميزان إلكتروني. وأنا عملت نصف المقدار لأني أحب أنوع بمزيلات العرق وأجرب أنواع كثيرة منها. ومن مكوناته زبدة الكاكاو، ومن فوائدها تقليل الإصابة ببعض أمراض الجلد جراء التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وحماية البشرة من التعرض للشيخوخة المبكرة، ومقاومة تشقق الجلد. وكذلك زيت جوز الهند يرطب البشرة ويقلل من جفافها ويزيل الأوساخ الموجودة في خلايا بشرة الجسم، كما يزيل خلايا الجلد الميت ويخفف من ظهور الخطوط البيضاء نتيجة لتغير وزن الجسم والحمل، وينشط إنتاج الكولاجين ويشد البشرة ويخفي التجاعيد ويقلل من ظهور السيلولايت. ويعتبر زيت الخروع مصدرا جيدا لكل من فيتامين ها وأحماض أوميغا 6 و9 الدهنية، حيث أن لها تأثير مسكن للألام ومضاد للالتهابات، لذا عند وضعه على الجلد قد يساعد في تخفيف ألام المفاصل، وهو مضاد للبكتيريا والفطريات. وتعمل زبدة الشيا على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، وتوفر الرطوبة والمواد المغذية التي تحتاجها البشرة في الشتاء والصيف، وتعالج حروق الشمس بأنواعها، وتكافح الشيخوخة، وتساعد على إنتاج الكولاجين اللازم لجعل البشرة تبدو أكثر شباباً. ومن فوائد زيت اللوز للبشرة، يعتبر مرطب طبيعي لها ويقلل من ظهور الندبات التي تظهر بعد الجراحة أو المصاحبة لحب الشباب، ويقضي على علامات التمدد والتجاعيد، ويقلل من الأضرار الأشعة فوق البنفسجية، وكذلك مضاد للبكتيريا والفطريات. أما فوائد شمع العسل الذي يجعل مزيل العرق صلباً، يحافظ على البشرة ويساعد على حمايتها من المشاكل الجلدية الناتجة عن التلوث، ويمنع مسام البشرة من الانسداد، ويرطب البشرة ويساعد في تقشيرها وإنتاج خلايا جلدية جديدة، ويقلل من احمرار وحكة الجلد، ومضاد قوي للجراثيم ومسكن للألام ومضاد للالتهابات. بعدها أحط جميع المكونات في حمام مائي حتى تذوب، أهم شيء يذوب شمع العسل لأنه هو البطيء في الذوبان. وأضفت إلى مزيل العرق نشا الأراروت، وهو مادة نشوية أصل من أمريكا الجنوبية، وطلبته من موقع آي هيرب، وموجود كذلك بموقع أمازون، ويستخدم في أمريكا الجنوبية مثل بودرة للأطفال لأنه يعطي شعور ناعم وسلس، ويستخدم في مستحضرات التجميل لأنه يستخدم كعامل سماكة ويساعد على امتصاص الرطوبة، ويستخدم كذلك كعلاج لحروق الشمس. ومن فوائد أكسيد الزنك للبشرة حمايتها من الشمس وعلاج حب الشباب وعلاج أمراض الجلد الالتهابية، والمساعدة في التئام الجروح، والمساعدة في علاج تقرحات الجلد، ويضاف كثيرا إلى منتجات الوقاية من الشمس.
ومن فوائد زيت شجرة الشاي علاج حبة الشباب وتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة منها وتخفيف حكة الجلد والتقليل من أعراض أمراض الجلد وتسريع التئام وشفاء الجروح والحروق وعلاج أمراض الجلد الفطرية وتقليل الهالات السوداء. أما فوائد اللافندر مضاد للبكتيريا والفطريات، كما أنه جيد لعلاج الإكزيما والصدفية والتهيج الناتج عنها، وغني بمضادات الأكسدة. تقدرون تحطون مزيل العرق هذا في أنابيب خاصة بمزيل العرق، أنا أخذتها من أمازون وهي أحجامها صغيرة وتصلح كهدايا، أو تستخدمون علب خاصة بمزيل العرق منتهية، يعني غاسلينها أنتم تكون عندكم من قبل، أو تحطونها في علب زجاجية، وبعد ما تحطونها في الأنابيب دخلوها للثلاجة حتى تتماسك، وممكن تستخدمونها لمدة 6 شهور، وتعتبر مزيل طبيعي ومناسب لجميع أنواع البشرة وخاصة البشرة الحساسة، وتصلح كهدايا للزميلات والأقارب والأخوات. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة، وأتمنى منكم مشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائكم وفي قنواتكم على برامج التواصل. معترك رابط لقناتي، وأرجو منكم وضع تعليق لطيف جميل مثلكم أسفل الفيديو.